منذ سنين مضت لا سيماء العلاقة تغير ولا تبدل مضمونها. أخوة، تعاون، مصلحة مشتركة ومصير متقاطع بالخير ليس لشعبين فقط بل للمنطقة والعالم. لبنة العلاقات الأولى وضعها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية. وسار على النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. علاقة أزهرت وأثمرت على مر سنوات عمرها الطويل والممتد. فالأردن كان من أوائل الدول المعترفة بقيام الاتحاد. أما في خواتم أيام عام 1971 باشرت الحكومة الأردنية بتبادل التمثيل الدبلوماسي والسفراء مع الإمارات ليتبلور منذ ذلك الوقت شكل العلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين إلى يومنا هذا. العلاقات بين الإمارات والأردن لم تكن أبداً تقليدية، إذ بدأت تتعمق بتسارع لافت وحميد لتنعجن الدولتان بتعاون منقطع النظير. وعلى مر السنين تجلت أشكال الشراكة والتنسيق والعلاقات المعنونة بالتفاهم والصداقة الحميمة، ولم تكن رسمية فقط بل امتدت لتتعزز تفاصيلها بين شعبي البلدين. تعليمياً شاركت الأردن بشكل فاعل في مسيرة قطاع التعليم الإماراتي عبر رفد معلمين ساهموا في دعم هذا القطاع. أما عسكرياً فقد صب التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة التابعة للبلدين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما عزز مواجهة مخاطر تحدق بالأمن الإقليمي والعربي بشكل خاص. واقتصادياً شهد التبادل التجاري تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، وبينما تصدر الإمارات منتجات مختلفة للأردن تستثمر الدولة بما يزيد عن 17 مليار دولار بعدد من الشركات والمشاريع، لتسجل العلاقات الاقتصادية أرقاماً قياسية، فيما وقعت أبرز الاتفاقيات بين البلدين خلال عام 2016، وتقضي الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل. أما حكومياً فصعد مؤشر الشراكة ليشمل التعاون في تحديث الأداء الحكومي والارتقاء في العمل المؤسسي العام وتطوير الخدمات الحكومية والخدمات الذكية، فضلاً عن تطوير القيادات والكفاءات. وعدا عن التبادل الثقافي والفني والعلمي الزاخر بين البلدين، تفتح دولة الإمارات يدها للجالية الأردنية المقدرة بأكثر من 200,000 يقيمون في الإمارات وينخرطون في مختلف قطاعات العمل فيها. وفي أزمة كورونا التي قضت مضاجع العالم، سيرت دولة الإمارات طائرات محملة بنحو 40 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس والفحص، عادت بالنفع على 40,000 عامل في القطاع الصحي لتساندهم في مواجهة تداعيات الوباء. وبينما تحرص الإمارات والأردن على تبادل الزيارات بمستوياتها العليا وبشكل مستمر، فإنهما تعززان التعاون والتشاور حول التطورات الإقليمية والعالمية كافة، بما يعود بالنفع على الجميع. يحتفي الأردن اليوم بمئويته واثق الخطى، ناجزاً ورقماً عربياً صعباً وشريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات التي تحتفي معه بالمناسبة، لتعزز بذلك أواصر العلاقة مع بلد شقيق يرعاه ملك أخ وصديق.